ولكن بلاصه واش حاولي ديك حاولت نحفر برجل حفرت برجل واحد جوج متر ولكن بالنسبه للاكسجين تما في التنفس الصعيب حيت طلعتي ما كتنفش التنفس الصعيب صراحه تسخنات انت حيت انا سمعتي تما كاين كبير عماد شنو الاسم ديال الجمعيه ديالكم جمعيه تفشوي الرياضات الجبليه والبيئه واش سبق لكم عندكم شي محاوله بحال هذه سبقنا لنا تدخل ديال الانقاذ الجبلي بحال هذا وكنديروا تدريبات ديال الانقاذ الجبلي وديجا انا مسعف الهلال الاحمر المغربي عماد واش غتكون شي محاوله اخرى ولا ما عرفش نتينا مستعد بالنسبه لي اللي انايا راه ما يمكنش تكون لان علاش ما بلاصه نضيقه ما عنديش شحال هو قلتي لنا ما يمكنش تزيد شي محاوله ثانيه قلتي 25 متر والعمق ديالو 32 متر دونك قربتي ولكن بلاصه متفق مع انفسو داو صعيبه ضيقه بزاف اذا شنو كتقترح في النظر ديالك ما عرفتش صراحه شكرا الجمعيه ديالكم جمعيه تفشوي الرياضات الجبليه والبيئه واش سبق لكم عندكم شي محاوله بحال هذه سبقنا لنا تدخل ديال الانقاذ الجبلي بحال هذا وكنديروا تدريبات ديال الانقاذ الجبلي وديجا انا مسعف الهلال الاحمر المغربي عماد واش غتكون شي محاوله اخرى ولا ما عرفش نتينا مستعد بالنسبه لي انايا راه ما يمكنش تكون لان علاش ما بلاصه نضيقه ما عنديش شحال هو قلتي لنا ما يمكنش تزيد شي محاوله ثانيه 25 متر قلتي 25 متر والعمق ديالو 32 متر دونك قربتي ولكن بلاصه متفق مع انفسو داو صعيبه ضيقه بزاف ضيقه اذا شنو كتقترح في النظر ديالك ما عرفتش صراحه شكرا سيدة الصحة كتقول لكم نعطيو له الاكسجين حنا نرجعو الاكسجين وانا طلعنا السيد جوزي هذيك لايري بلايري رجعوا لايري يا اخي ما يعرفش هذا يقول هذا اللي يقدر يهبط ما يعرفش هذا اللي هبط عاد يهبط كور داكي باش يدير الله يخشيها هذا ما خدمش اليوم صافي ما هذا اللي هابط هذا اللي هابط من يوم ويا وقوسي وكاع الصحيح هذه ما تبدلش الله يعطيك الصحه طبيعي يهبط من تحت يدوخ من تحت انت ما يخافش كتخاف تقدر تهبط واش كتفهم ولا كتفهم هو صح هو رقيق عليكم هذا راه غيب لنا صاحبي سوف طور وما شنو هذا اللي هبط هذا بوت خير عاد اخر الله يسلمك